بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. ونواصل دوما في شرح الشابتر 6 من مقرر التحكم الآلي، وهو The Frequency Response and Bode Plot. Now we will discuss about the first order high pass filter. بطبيعة الحال الـ high pass filter, the transfer function h of f can be written like this: f على f b تقسيم 1 زائد j f على f b. هذا هو transfer function of the high pass filter. أولا نجيب الـ AR اللي هو amplitude ratio، يعني amplitude المقام على amplitude البسط على amplitude المقام. وبعدها نجيب الماجنتيود ان ديسيبل. هنا سنتكلم على البود بلوت ان ديسيبل، وهو 20 لوج ذا ماجنتيود. هذا الماجنتيود الاول، يعني 20 لوج اوف ذيس كوانتيتي. بطبيعة الحال استعمل لوج اي على بي، هو ايش؟ هو يساوي لوج اي ماينس لوج بي. log a minus log b تساوي ايش؟ تساوي 20 log f على f b، هذه minus 20 log الموجود في المقام. تساوي ايش؟ تساوي 20 log f على f b minus 20 log this quantity. وبطبيعة الحال الروت سكوير هو يعني power نص. وبطبيعة الحال هذا النص ينزل مع العشرين أو تحت العشرين، سيصبح يعني 20 log f على f b هي نفسها الجزء الأول minus 20 على 2، يعني 10 log الباقي. يعني عندي هذا الـ HF in decibel، وهنا سنناقش الفريكونسي العالي والفريكونسي الضعيف والفريكونسي العالي. If the frequency is higher, this magnitude can be written like this: 20 log f على fb. لأنه for the frequency high, for the lower frequency، يعني f صغيرة يعني كثيرا مقارنة مع الـ FB، يعني هذه الـ F على FB تصبح تقريبا صفر، وهنا يصبح log 1 يعني صفر، تبقى لي بس log F على FB. هذا في التردد العالي. أما في التردد الضعيف، أما في التردد العالي لما F يعني كبيرة يعني جدا مقارنة مع الـ FB، فالماجنتيود ان ديسيبل سيصبح يعني 20 لوج اف على اف بي ماينس 10 لوج اف على اف بي سكوير، لانه هذا الاف على اف بي سيصبح يعني كبير جدا مقارنه بالواحد، وبالتالي الواحد يمكن اهماله وتهميشه، وتصبح يعني عندي 20 لوج اف على اف بي موجوده في الاول ناقص 10 لوج اف على اف بي. الواحد يعني يمكن ان نتجاهله لانه الاف كبير جدا، وبالتالي عندي هذا الاثنين باور ينزل مع العشرة، يصبح يعني 20 لوج اف على اف بي ماينس 10 في الاثنين اللي هي 20 لوج اف على اف بي، يعني نفس الكمية اطرحها من بعض تصبح يساوي صفر. اما بالنسبة للزاوية، الزاوية يعني هي h of f تساوي 90 ماينس 10 ماينس 1 f على f b. إذا احنا في التردد الضعيف الزاوية ستكون يعني تقريبا 90، وأما إذا كنا في التردد العالي فالزاوية ستصبح صفر. وبالنسبة للبود بلوت في الديسيبل، يعني هنا نعطيكم البود بلوت بالديسيبل، يعني بال 20 log. بالنسبة للامبليتيود in decibel as function of frequency it will be like this، يعني سيرتفع من الماينس انفينيتي وصولا الى الصفر. واما بالنسبة للزاوية ستنزل من 90 درجة الى الصفر درجة، وهو بالضبط لو نقارن هو بالضبط عكس يعني اللو باس فلتر. في اللو باس فلتر شفنا انه الماجنتيود ان ديسيبل كان يعني ينزل من الصفر الى الماينس انفينيتي، واما الزاوية فيعني تنزل من الصفر الى ماينس 90. هنا العكس، هنا الماجنتيود ان ديسيبل في اللو في الهاي باس فلتر مقارنة مع اللو باس يعني ترتفع من ماينس انفينيتي الى الصفر، عكس هذه بالضبط. وبالنسبة للزاوية نفس الشيء، هي عكس بعض. بالنسبة لهذه الخطوات أو هذا الشرح، يعني كنا تكلمنا عليه في الشريحة التي تسبقها. Thank you for your attention.